مما يتأمل في حجته عليه الصلاة والسلام أنه كان حريصا على أن يوصي بالقواعد العامة. نلحظ أنه عليه الصلاة والسلام في خطبته أراد أن ينبه الناس إلى حرمة دماء المسلمين وحرمة أموالهم وأعراضهم، ولذلك كررها أكثر من مرة في خطبة يوم عرفة وفي خطبة يوم النحر وفي خطبة أوسط أيام التشريق: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولذلك أطلقها إشارة وتنبيها فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.